كابتن عادل، المواجهة صعبة بين فرقتين. يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا واحنا كنا عمالين نقول هنلعب بكذا ونلعب بكذا ونلعب كذا، وبعدين مستر موسيماني فاجئنا بحاجة جامدة جدا. فالمواجهة تعتبر صعبة على الأهلي وبرضه على الوداد. يمكن الوداد عنده دافع ان هو يعوض خسارته للدوري، قد تأتي بنتيجة سلبية، ولكن هو زي الأسد الجريح. نادي الأهلي عنده دافع ان هو يجيب البطولة اللي احنا منتظرينها من 2013. شايف المواجهة ازاي؟ مواجهة صعبة طبعا على الفرقتين جدا، ولكن يعني الأماني اللي احنا كنا بنتمناها ان احنا نلعب بتشكيل فيه توازن شوية، مش هقول دفاعي ولكن يكون فيه تغطية لبعض المراكز شوية. التشكيل اللي موجود اللي احنا مش يعني لما حضرتك تعرضه، التشكيل اللي موجود شوية مش هقول فيه مغامرة، ولكن هو الواقعي بتاع آخر فترة. ولكن أنا وجهة نظري إن هو لازم تبقى بتلعب المباراة دي بحاجة مناسبة للمباراة. بمعنى إن ما ينفعش يبقى يعني نقاط القوة بتاعتي ونقاط ضعفي مشابهة للفريق الآخر برضو، وبقى في ريسك في المباراه. انا شايف المباراه فيها ريسك كبير جدا، العناصر المختاره فيها ريسك كبير جدا جدا جدا. عندنا محاور لعب مهمه جدا لازم تتامن بشكل كويس، زي علي معلول. علي معلول لعيب كبير، اهم لعيب في فريق الاهلي من وجهه نظري، مفتاح اللعب الاول والاساسي للفريق، لازم يكون ليه في واجبات دفاعيه جماعيه معاه، مش فرديه. صحيح. بيلعب على جبهه قويه جدا، جابت بديع اوك وعبد اللطيف نصير، جابها قويه جدا، فما ينفعش ان احنا نتعامل معاها بان هي مباراه رايح جاي. المباراه دي ما ينفعش تبقى رايح جاي، المباراه دي جابها قويه جدا هجوميا، هجوميا ومش هقول دفاعيا، ولكن دفاعيا فيها صلابه شويه. ان عبد اللطيف نصير الى حد ما بيدافع بشكل كويس، هو من احسن الناس اللي بتدافع في الفرقه، وبيديهم روح جوه الملعب. لعيب يعني شويه قريب للاعب احمد فتحي، ولكن يعني كورته كويسه كمان. فانا شايف ان يعني مباراه صعبه، ولكن انا كنت اتمنى ان انا بعد المباراه اخد درس في ان ده ممكن يكون درس ليا جديد في التدريب، ان ما يكونش في مغامرات في انك ممكن تغامر في الحاجات دي، مش عيب خالص. ولكن انا شايف ان في مغامره في المباراه تشكيل. شايف في مغامره، ويعني فرقه الوداد فرقه بطبعها بطبيعه العناصر اللي موجوده هي طبعها هجومي. هي طبعها هجومي، هو مزبوط. ما خلقش تشكيل عشان يلعب هجومي، ولكن مظبوط في نفس الوقت انا بلعب مباراه خارج ملعبي، مش في ملعبي. في ملعبي ممكن اخد ريسك بشكل يعني براحتي جدا. صح. لكن مباراه خارج ملعبي كان محتاج يكون في تحفظ شويه، مش ما بقولش ان انا دافع، احنا فريق كبير طبعا، ولكن في معطيات لازم تبقى موجوده عندي اشتغل عليها عشان ما يبقاش الامور مفتوحه. ايوه. في نفس اللعيبه ونفس المواقف اتكررت في مباريات قبل كده، فانا مش عايز بقى الاحداث، بس انا يعني شويه اتخطفت شويه من التشكيل بالنسبه لي انا. ممكن انا النهارده اطلع اخد درس بالنسبه لي ان انا المباريات كلها تدور بالشكل ده. أي. وارد. أي. بس انا شايف ان في ريسك طبعا، واتمنى ان انا يعني يكون مش يعني مش نتيجه تبقى في صالحنا، تبقى في صالحنا، ويكون في حاجه. بس كنت اتمنى يكون في تامين اكتر من كده. بص، هنقول التشكيل، انا مش عايز احرق حاجه عشان هنقول التشكيل مع بعض.